أي الذي وقعت الزيادة فيه ليدل ذلك المزيد فيه من حيث إنه مزيد فيه، أو الزيادة المفهومة منه على نوع تقليل في مفهومه ومسماه، إما حقيقة وذلك فيما يدل على معنى يقبل الزيادة والنقصان كالعلم والزهد في نحو أويلمين وزويهدين، فيقصد بالتسخير نقصان ذلك المعنى المفهوم على التعيين من لفظ المصدر ومثله قبيلون وقويتون ونحوهما، وإما ابتعاء باعتبار تنزيل باعتبار تنزيل نقصان شيء مما يليق به منزلة نقصانه، وذلك فيما يمتنع فيه التفاوت كحقيقتي الإنسان والرجل، فإذا أطلق مصغر الإنسان على أحد علم أنه لنقصان شيء من كمالات نوعه فيه على الإجمال، ولا يتعين إلا بقرينة، كما إذا دلت قرينة على أن المراد نقصان فهمه مثلا، وكذلك تصغير الأعلام كقويلدين فتصغيره لنقصان شيء مما يليق بالشخص الكائن من نوعه، وقد يكون المقصود نقصان المقدار واستصغاره، فينزل نقصانه منزلة نقصان مسمى كجبيلين للجبل الصغير، ومن هذا تصغير الملاطفة نحو يا قويلد ويا بني، لأن الصغار في معرض التلطف، وربما كان التحقير على التهكم كما يقال، وربما كان التحقير على التهكم كان يا وربما دل، وربما كان التحقير على التهكم، تحقيرك لسر أساس لسر مبني تهكم دي كما يقال في قول لبيد وكل أناس لبيد ابن ربيعة مشهور دي شغل شعراء جاهلية، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، إنه صغر الداهية كما يقال أو بدل ما يقال وكيا كما يقال ما يقال وكش أو إنه صغر الداهية التي أراد بها الموت تهكما لتهاون الناس به واستصغارهم إياه، وزعم بعضهم أن التصغير قد يكون بالتعظيم. هو منظور لوين يك التهكمية بخلقي لك، منظور تهكم بخلقينيا تهكم أديبتي ربما عندك القرآن تهكما بالناس وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تهكم يعني شيء أصلا يعني قمار بيكردن تهكم ديجا تحقيرك بو تهكم معنى يعني تحقيرك بو تحقير يوتون دبي لبى تهكم وتحقير فكان بك الضلاء تحقيرك وتهكم لبى تهكم فلانا استهزأ به قمار فيك التهكم قمار فيك الدنا ذاك قمار كردن ديجا قمار في تهكم استهزاء كردن
دي تحقير جاهية كدوتوا كبيوت الدوية هي بو استهزاء بمرك شو كده بي استهزاء بوش تيب كيكا تصغير كد كدوتوا نن استهزاء بخلجي ديكا يعني استهزاء بناس كوابو دوية هي تصغير كدوتوا لبر استهزاء بمرك بو استهزاء بي كردوا شاكا لتهاون الناس شون عدد وايا عدد وايا كخلق خلق دي مرجي سوق دا قرنو بشكولي دا زنو دي بلا خلق تهاوني بيذا كان دي بحقيري دا قرن اويش هاتوا بل أساسي أو باوري خلشي نسبة بمرقو أو برخلدي خلشي نسبة بمرق مرجي تصغير كدوتو بو استهزادة بينا شيخ غزيوكي هو هي تصغير كدوتو بو تحقيق تحكي لكشي بتوري زمني تحكم بخلقي منظورة يعني خلق بتكولاي دا قرن دا صورته جدا قوريا او تحكم بخلقي جا تصغيرك لازمي تصغيرك تحكم بخلقي دنا تصغيري داهيه كروتو بو تحكير جاك يعني داهيه كي تكولا ولي جا او تحكيري داهيه كروتو منظوري تحكم بخلق كا شيء جوريا أوان بس كولي تماشى دكان. شاكا تصغير داهية كبيته منظوري مرقب وتحكم بخلقي وبر أساسي أوي كخلق بكمي دقرنو أوانا آهر أويا نا جوريا أوان بس كولي دقرن بو يتحكمي بخلق شتي دايا كاب كمال نا يا جوليا سكاري مملكتي ايرانية تو ولا في الخوش جوم على الراجلي ولا دي باش خير يسج دي وزعم بعضهم أن التصغير قد يكون للتعظيم وجعل تصغيرها في البيت من ذلك يعني أو بعضا كتو أنا تصغيري خدا حافظة تصغيري كدو شعري داها يبو داهيي أو بعضا ويكتو كتو يتيب وتهكم بخلطيني تصغيرك بو تعظيم شنك أتو تصغيري تاكا وكو تسمية بزيد تصغيري شتيجي كرد كذا نفس الأمر دا وانيا ليرا لازم ديك أتوش تكد دزيد دي خويدا بكار بردوا تصغيرك بو تعظيمة يعني تصغيري شتيجي كرد كشايستي تصغير كدنينيا تعظيمي ليور دجيلي آوا أو بعضوا اكتوا تويتي أو تصغيري إيرا بو تحقيرا وتعظيما تصغيرك دلالة تعظيما كيني داهية إيش عظيمة بلا تابو بالزعمي دا دنيا أخي الزعمي يعني ناتوا وقصك يعني وانيا تعظيم وانيا بو بقى دجاز عام وصل معاني قالني نا وكما أوا بو توجيه تأويل جاري واهي دنا زعم معمولا بوشتي باطل بكتريا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا مثلا دي سلاحي علمي لك كتان زعما يعني قصة كي هونيا قماني خويتي دنا واقعي يدنيا أقا منظوري تزعبنا ما دي كل وقالا نيدكو وزعم بعضهم أو زعمانا هميان تضعيف كدايا جاء تضعيف بوكر دوا كتصغيرك بوتعظيم بك أنه شون
شد دلاله لسر زيدي خوي لك بوي ببعيد زانيوا أتو تحقير تصغيري شي كبو تحقير وايدا بني كبو تعزيمة سيشي برق بعيدة بلا حتى ده بشيرهم بعذاب أليم إجدا كاستعمال بشارتكي ده زد دي معنى يخوي ده بوتهكمه بوتهكمه أوانية بواد شاكا أوش هدوايا تصغيرك بوتهكمه بخلطيوة والحاصل ناك كلمة يدال لي لسر تحقير دلالتي بكار لسر تعظيم ويبزع ميدانا وفي ضعيفة دي وقد يكون التقليل ما بخنته ولا يعقب بخنته وقد يكون التقليل عائدا إلى الكثرة الداخلة في مدلول لفظ المكبر بالصيغة ويرجع إلى تقليل العدد ويجب بقى فلي فلي ما كما دريكتو يسلواني كان كرويش كان دي وقد يكون صبر برو دي وقد يكون التقليل عائدا إلى الكثرة الداخلة في مدلول لفظ المكبر بالصيغة ويرجع إلى تقليل العدد تمام دل جاري واهي تقليل دقرات وسر كسرتي كي كد مدلول لفظ مكبرة كيدا هيا مكبرة كاوية كمصغرني مقابلي مصغري مكبرة مكبرة كا كصيغة كي مكبرة ونيا كسرت يدقيني كسرت يدقيني بصيغة كسرت يدقيني ونيا بصيغة كسرت يدقيني أتو تصغيري دكيه وهتا عدد دكي كم كيه شاكا بلا ويجب بقاء مختبى تلك الصيغة الحاصل نوعها بعد تصغير أيضا ويجب بقاء مقتضى تلك الصيغة مقتضى تلك الصيغة الحاصل نوعها بعد التصغير أيضا شاكا وهو مختص بالجمع كالدريهمات لدراهما ونيا حاصل وتستفيد المقتضى الحاصل دراهم دراهم صيغه كسرته ونيا للجموع عند جمع الكسريا جمع الكسريا دراهم شنو جمع قله شوار لجمع مكسر ده افعل افعلت فعلت افعال جمع قلل ونيا جمع قلات شار باشد درمياني نحويان أفعل أفعيلة فعلة أفعال دان ما بقي جمع الكثرة جمع صحيح شرق الله جمع القلة أفعل وأفعال وأفعيلة وفعلة والصحيح أو كافية دواء وما عداها جمع كثرة جمع قلة أفعل أفعيلة فعلة أفعال وجمع سالمة ما عدا كيان دبنا جمع كثرة جاد دراهم غير أشوارانا جمع مكسرة غير أشوارانا كثرة يدقينيا فس بصيغة كثرة يدقينيا بصيغة كثرة يدقينيا أتو شاكا ديني تصغيري دكي تصغيري كي هتاوكو عددكي كم كيوا وقد يكون التقليل عائدا إلى الكسرة الداخلة في مدلول اللفظ المكبر بالصيغة جاريوا تقليلك دقرت وسر كسرتك ككسرتك داخل مدلول لفظ مكبرك يعني لفظ مكبرك كسرت دقيني داخل دويدا يعني أوي دقيني كسرتك كداخل دمعناي داخل دمعناي لفظ مكبرك دا داخل شبه في صيغه يعني صيغه كواه كسره دقيقه بو يدل داخله چونك مدلولك هر كسرتك نيا مدلولك اشتكش او كسرتك شا دراهم هم طولك دقيقه هم كسرتك دقيقه بو يدل كسرتك داخلي مفهومك ايتي عيني مفهومك نيا بشكل مفهومك ايتي زوربونك او درهمك او مجموعي مفهومك ايتي جا كسرتك داخلي شاك الصيغة صيغة مكبرة كي مكبرة كدراهمة
أو تصغيرة كدوتا ويدي كسرتك داخلي مفهومك يتي داخلي شبه في صيغة يعني صيغة كبو كسرتها تاكا أتوك تصغيري دكيوة أو تصغيرة بو تقليل أو تقليل كجل قرأت وصر أو كسرتي كصيغة كديجي يعني صيغة مكبرة بفي صيغة ويرجع أو تقليلها دقرت وصر تقليل عدد دواقع ده أجد تقليل كسرة كتكر دوا يعني تقليل عدد كثير كتكر دوا دقرت وصر تقليل عدد ويجب بقاء مقتضى تلك الصيغة تاكا ويجب بقاء مقتضى تلك الصيغة بلى ويجب بقاء مقتضى ويجب بقاء مقتضى تلك الصيغة مقتضى بلى تلك الصيغة الحاصل نوعها أو صيغيك حاصلة نوعك بعد التصغير أيضا بعد التصغيرش دبي مقتزاي أو صيغي بمينيتوا مقتزاي أو صيغي تاكا يعني بلا أو صيغي ويجب بقاء مقتزا تلك الصيغة مقتزاي أو صيغي تاكا بلا صيغي شي بلا كالحاصل نوعها تاكا ويجب بقاء تلك الصيغة الحاصل نوعها بعد التصغير أيضا مقتزاي أو صيغي تاكا دي مقتزاي أو صيغي بلا كحاصلة هاتو تجيه هاتو تجيه نوعكي هاتو تجيه نوعكي تاكا صفتي مقتزاي بيه مقتزاي أو صيغي كأو مقتزايا مقتزايا نوعكي حصولي بيدا كردوا تاكا الحاصل نوعها بعد التصغير تاكا ويجب بقاء مقتضى تلك الصيغة الحاصل نوعها بعد التصغير تاكا يجب بقائك تاكا أيضا يجب بقائك دواي تصغيرش بلا كدريهمات لدراهم استحق المتكلم عددها استحقر المتكلم يا استحق استحقر لدراهم استحقر المتكلم عددها وإن صح إطلاق الجمع المكبر عليه مع قطع النزل قلتنا قلته ساكا درهمات جمع كسرة دقيانية كدلت دريهمات يعني على دكان زور نبوه چونك جمع قلش تاكا وهي بو جمع كسرة بكادسة او دار بو خوشي لسيرا دقيني حتى نوي بقرينة دريهمات بلا جمع قلة الجواب تصغيري لكي وتقليلي عددكي بلا دريهمات تقليلك عائدة ولا كسرتي كده مفهومي لفظ مكبرك داها صيغة تنك لبروي جمعة ويرجع إلى تقليل العدد ويجب بقاء مقتضى تلك الصيغة تاكا تلك الصيغة بقاء مقتضى أو الصيغي مقتضى أو الصيغي تاكا الحاصل نوعها بعد التصغير الصيغي كالنوع تاكا نوعي أو صيغي دواي تصغير يشهر ما وتوه
نوع كي شاكا مكا وهو مختص بالجمع كدريهماد لدراهما استحقر المتكلم عددها جمع درهمات درهمات جمعني كسرة دقيني كسرة دقيني با جمع القلش بيه لشنك جمعة او اي دقيني كتعداد يكن تعداد نبي جمعي بونالي جاك اقا جمعي قلش بيه لسيراه تنوي دقيني فالصيغكا الصيغكا بوخوي مكبركا بصيغة كسرة دقيني شن صيغي جمعة بصيغة كسرة دقيني أتو التصغير دكي وتقليل عددك يعني أجا جمع إجبيه عند زورنيا تاكا دوريه ما تندير هميك دكي أو اختي منظور سيبية شوار بي يعني زور بولاي سرينيا وتقليل عددا جا دو تقليل يجدا دو تقليل عدد دا دو تصغير دا دبي مقتزاي صيغة كي هرب مينيا مقتزاي صيغة كي جمعة دبي أو جمعية هرب مينيا كأو جمعية نوعكي هاتو تجي دواي تصغيرش نوعكي دواي تصغيرش شاكا هل نوعكي شاكا نوعكي كجمع بواء شاكا بابو حد كسرة تجنبية أصلي نوعيتكي كجمعيتكي دواي تصغيركش دبي بمين يوء أو مزوري لويا بيخو النوى معناك نوى أتو معناك وا وقد يكون التقليل عائدا إلى الكسرة الداخلة في مدلول اللفظ المكبر بالصيغة جاري واهيا تقليل شكل تصغير وردجيريا وبرو بوكسرتك تدا داخلي مدلول لفظكايا مدلول لفظ مكبري أو مصغري داخل مدلول لفظ مكبرك يا بصيغي بصيغي كهيتي جاوا سامع نمام تو جمعة دلين بصيغة كسرة دقيقين يا وأو كسرة داخل مدلول لفظ مكبرك يا تقليلي كك بوسيلة تصغير كي دكري دقرت وسر أو كسرتي دقرت وسر أو كسرتي وأو نوع تقليلش كدقرت وسر كسرة ده حق ده دقرت وسر تقليلي عدد نك تقليل شأن منظور للدريهماتي أو نك تقليل شأن ديرها مكامك تقليل عددك عندك دقرات أو تقليل بوسط تقليل عدد دو نوع تقليل إيدا ودو نوع تصغير إيدا يجب بقاء مقتضى تلك الصيغة الحاصلين نوعها بعد التصغير أيضا دي واجبة ما نوي أو اقتضاء لك كسرة عددا أي شون أو اقتضاء لك أو عددك كسير بليك ودوان بتر بي أي شون دبي مقتضاء أو صيغة بمينيا وانيا دواي تصغيرش بمينيا وانيا صيغة كحاصلة نوعك ويجب بقاء مقتضاء تلك الصيغة شاك مقتضى أو صيغي كحاصلة نوعي أو صيغي مقتضى أو صيغي دي مقتضى أو صيغي كهاتو تجي نوعكي هاتو تجي نوعكي مقتضى أو صيغي كنوعكي هاتو تجي نوعكي تحققي كردوا نوعكي تحققي كردوا دبيع أو مقتزايا دواي تصغيرش بميني أو بعد متعلقة ببقايا أو بعد دوايا يجب بقاء مقتزا تلك الصيغة بعد التصغير أيضا مقتزاي أو صيغي دواي تصغيرش دبي بميني أقل جمعة دواي تصغيرش الجمعة متعجع عددك كم ترى واجب ما نوي مقتزاي صيغة كي دواي تصغيرش مقتزاي أو صيغي كنوعيتك هاتو تجي يعني مقتضى أو صيغي كاتو هاتو مصغر كردو شاكا نوعكي كجمع يا هاتشي هيا ونيا أو نوعيتك تحقوقي كردو بابا الشكل مصغر تحقوقي كردو نوعك هاتو تجي الآن دريهما جمعة نوعيتك هاتو تجي
ونيا كنوعيتك هات وتجي وجمع كسرة دقين وزيادة اللي إيش دلالة دكا دبي مقتزاي أو صيغي أو صيغي كنوعيتك هات وتجي دبي مقتزاي صيغة كي دواي تصغير إيش بمينه جاء أوب وجمع الكسرة شروايا يا أجا جمع الكسرة زوري دقيني دواي تصغير إيش أو زوري هر دقيني تاكا دواي تصغير يا جو زوري هذا جيني أما أو زوري بركم دكاتو الآن دراهيم بيني جمع بكيو دراهيم بوخوي كسرتي دجيني دراهيم بكا دريهيم احتمالا نبت دريهيم دريهيم شرو كسرتي دجيني أما نبا أندازي مكبركي دنال بي مختزاي صيغة كي بمينيه اگر مقتضای صيغه کی جمع قله اگر مقتضای صيغه کی جمع کسرته دبی او مقتضای بمینه بو یدل الحاصل نوعها منظور نوعی صيغه کی فرق دکا ب جمع قله و جمع القله بون و جمع الكسره دون النوع کی فرق دکا دلا مقتضای او صيغه کا کنوعیته کی هاتو تزیع و او صيغه خاصه اتو تصغیر کردو دوا دبي مقتزاي أو صيغة يدوي تصغير يجب مني أما بعدد كم دروا وهو مختص بالجمع يعني أو نوع تصغيري كبقرة توسر تقليلي عدد مخصوص جمعية ده غير جمعية ده تقليلي عدد ناقيني أيتو هيش تصغيري ده غير جمعية ده تقليلي عدد ناقيني دقرت مختص جمعية وكو دريهمات كدريهمات لدراهما وكو دريهمات كبكار تسيب ودراهم ككابراء متكلمي كفيدل دريهمات متكلمك عددك بحقير بزاني بكمي بزاني بويت فيكتو دريهمات دريهمات تصغيري درهمات يا درهما خناك يك بيبي بلي درهمات دو بيبي بلي درهمات دبي سيبي حتى نوي في دلي درهمات ونيا سي حتى نوي دوم بالبندية في دلي درهمات يعني جمع قلة وكسرة دقيني كسرة عدد دقيني حد أقل ويك جمع دقيني تاكا أقا تصغير كدوا يعني هر جمعيتك محفوظة دنا على دك زورنيا مثلا نونيا هجنيا حودنيا دي هنا تخواري على دك كم دكاتها بلا وكو دريهمات ودراهم يجي كمتكلم عدد كيب كم دزانية وإن صح إطلاق الجمع المكبر عليه مع قطع النظر عن ذلك هرشان صحيح إطلاق جمع مكبر كش بسريدا قطع النظر لو بكم زانيني الآن بس سيان دتواني بلا يديرها مات ها شنك جمعك للسيرة في دلن فاز بمكبري شرد تواني بيبلي ولي او اعتباري تيدا نابية كمتكلم عدد كيب كم زانيوا او اعتباري تيدا نابية هاتشان صحيح اطلاق جمع مكبرة كجدا بسري قطعي نظر لو بكم زانيني متكلمي دنا اقس سيش بيدا تواني بلا ديرهمات شاكا سيش بيدا تواني بلا ديرهمات شنك السيرة هتا نوي هاد بو يدا كتريه اما او تيدا نابك او متكلم بكم زانيو اما قلتي دريهمات او تيدا نابك عدد كما ومتكلم بكم داناوا مثلا درهمات جمع قلية جمع سالم هم جمع قلية ايشو جمع القلة افعل وافعال وفعلة والصحيح وما عدا ذلك جمع كسرة يا جمع كسرة فرقنا دي ويختلف ذلك باختلاف الاعتبارات والمقامات ويختلف ذلك تصغير وتقليل عدد بفي اختلاف اعتبارات واختلاف مقام شاكا يختلف بفي اعتبار متكلم متكلم شندي في كما وشندي في زورا شاكا دات مقام جدات سنزورا وشن كما فرق دكا منظور تقليلكي وديرهمي بكاربري
یا د شوینه چې دې کده به کاری بری بو اشخاص اني به کار بری او ويمتنع هذا التصغير في المثنى لامتناع اطلاقه بعد النقصان عن الاثنين او تصغيره ده مثنى ده ناقله چون که مثنى خو جو اي نقصان لدوان اطلاق ناقله ده لدوان كم تربه ده بتا يك هو مثنى بس دي كده اطلاق ناقله كواب او نوع تصغيره كتقليل عدد بجانب ومثنى ناقله نعم قد يصغر لإرادة اثنين محقرين نحو جاري وهاي بلا مسنى تصغير ذكري أما نبوي قلة عدد بقيني بوي قلة شأن بقيني أو جداء قلة شأن وني مفردش تصغير ذكري توبو قلة شأن نعم بلا بو قلة عدد مسنى تصغير ناكري وني بو قلة شأن ترى وكو أو قولي نحو خويلدين شنك خويلد وخوي وتحقيرة خوي لديني وصلناش بأروي كده يا أي وكو دغي دوما لالوكا وقوله نحو قوله نحو خوي لديني وقوله أو عطف وصل خوي لديني لبتا نحو قوله دي إن بها أكتلا أو رزاما ويربيني نيقفان إلهاما نيقفان إلهاما تاكا أكتل الرزام أوسيا لصان دزب والخارب بالمعجمة اللص ونيفقان إلهاما أي يفسران الرؤوس جا نيفقان بو نيفقان أوا ينفقان يا نيفقان ينفقان الهامة نيفقان ها بهذا الشيء يعني لفلان شويني لفلان مكاني أكتل يا رزامي ليا يعني فلان مكانا أواني لين أكتل ليا رزامي دو دزبون أوانا خويلي بيني أوانا دزن يقتل رزامي كدزن بدلا خويلي بيني نيقفان الهامة سريع ساني دشان نيقفاني رنجا ينقفانا قلب المكان في كدوبا حفا مرارعة كي يبنونكي نيقفاني ينقفاني قلب المكان في كدوبا أجل نيقفاني بي قلب المكان بحرف مزارعة كي يبفاو الفعل كي كدوبا متوجبون؟ بلى. وكوب يل لجاتي يل ريبو يبلا يلا يريبو. قلب المكان بحرف مضارعة تشتكي. أقول صحيح بأو رواية أوايا. جاء منظور خويري بين أو تصغير مسناة تصغير كلا أبو تحقيري وتحقير شأنه نبو تقليل عدد به. ومثله صغر ثم ثنيا دي ومثله بلى صغيرة ثم سنية تصغير ذكرية توا دعاء تسنية ذكرية صغيرة ثم سنية يعني اعتباري تصغير كيدا في أجداد كي شاكا أو نوعا أو نوع أو مسناية كتصغير ذكرية ده حق قد ده تصغير كلا ودعاء تسنية ذكر توا يعني اعتباري تصغير كي دعاء تسنية كيا بوي تصغير كرو ده خلتي عدد نكا شون خلتي عدد بو مسنى نابع ديب خنوا والتصغير على أي وجه كان على أي وجه كان توصيفه في المعنى على أي وجه كان توصيفه في المعنى او خبري والتصغير يا تصغير بهر شكل يجي بي تبو تحقير بي تبو تقليل عدد بي تبو تعظيم بي بقولي وانا كذا انكل بو تعظيم هاتو مثلا ونيا على اي وجه بي دي بلا واني شدقيني بجيقاي توصيفي يا
تصغير بهر شكل يتيبه توصيف هذا معنى هذا شو نقول خوي لدنيا يعني خالد حقير خالد صغير كتب دريهمات يعني درهمات قليلات خلاصة توصيف هذا يعني بو تعظيم يجبه رواية تعظيم كيدا يعني أتو كتب دويهية يعني داهية عظيمة بو هر شيء يتيبه تصغير تاك بمنزلي توصيفه توصيف هذا معنى هذا كأنهم لكثرة دواعيهم دواعي مضاف إليها دواعيهم كأنهم لكثرة دواعيهم إلى التقليل بأحد الوجوه وضعوا بناء يدل على الموصوف والصفة بلفظ واحد تخفيفا كأنهم لكثرة دواعيهم إلى التقليل دلا تصغير بهرجور وصفة ده معنى ده دي بو أو نوع وصفة عن انتخاب كردوها كالتوصيف كي بتصغير يبكن توصيف شيء كي لو تريقي رابكن كتصغير يبكنوا بو هالراس صفتك أن دينا أولاً رجل حقير مثلا بو بتصغير أو توصيف عن أنزام دوا دلا چونك دواعيو أسبابي تحقير زور بو دنيو عرب دا تاكا ونيا دواعي زور بو تقليل كتقليل بيشك لوجوهانا تقليل تبو تحقير بي تبو تقليل عدد بي ونيا تبو هرشتيكي شوك الدواعيان بو تقليل زور بو لبر اوي بناية كان داناوا وزن كان داناوا بناية كساختارك كبيك لفزي واحد صفته موصوفة بقينيا بو اختصار رئات كن نزياتي يقول رجل حقير رجيل يندانا وبنايك كبيق لفزي واحد معنى كش دقيني حقارة كش دقيني قلة عدد كش دقيني وصف كش دقيني كأنهم دي فرجيلين كأنهم لكثرة دواعيهم إلى التقليل بأحد الوجوه أحد الوجوه كأوي تقليل يا لتقليل الشأن يا تقليل عددا أي دي وضعوا لبروي نيازيان دواعيان بو اوكاري زور بو مباحثات وقفتو قوان دا دواعيان بو او تقليلي زور بو وضعوا بناء يدل على الموصوف والصفة بلفظ واحد تخفيفا بو تخفيف بو يدول بزان بكار لبن شاك كرجيل مقام رجل حقير وكو رجيل بجيقاي رجل حقير فالمصغر موصوف في المعنى فكان محكوما عليه بالصفه بس تاكا مصغرك كرجيلك يا ده معناه ده موصوفه ومحكوم عليه بصفته او صفته بصفه اطلاق كده كبتد رجيل رجلك كموصوفه بصفته حقارتك فز مصغر موصوفه ده معناه ده موصوفه ده نتيجه ده محكوم عليه بصفتك ده معناه ده أن لتصغيرك أيوة الدجية فلذلك اختص بالاسم لبر أوي موصوفة مصغر ده معناه ده بويا فعل تصغير ناكري بويا اختصاصي فإذا كردوه باسميه فعل تصغير ناكري شوكا مصغر ده حق ده موصوفة فعل وموصوف نابية بويا اختصاصي هي تصغير باسميه وكان ما ورد في غيره نحو ما أحسنه وما أميلي هكذا محمولا على الشذوذ والضرورة لبر أوي كاختصاصه باسمية شو كذا معناه دا موصوفة وموصوفية شربو اسمية دا بينك بو فعله لبر أوي أو بعض تصغيري كواريد بون دا غير اسمية دا وكو ما أحسنه لذلك ما أحسنه صيغي تعجبيا مصغر كدوتوا تاك ما أحسنه يا ما أميلح زيدا شاكا كذا فلانشت يا زيد يا أو مانغايتا أميلح كذا لزياتي فمفعولك يتي هنا يتي شاكا هرسيشي حمل كراوة تصغير شزوز كتوانا وشارزة بويا الشارزة شده حقا ده تصغير مصغر اسمي موصوفة شاكا موصوفة موصوفية بو فعلية نابع توابو أو جاءني لفعل داهاتون وغيد غير اسم داهاتون تصغير كراونه وكما أحسنه ما أميلح كذا كذا كاو تشناء لبري مفعولك ما أحسن
أميلي حزيدا مثلا حمل كراوة تسر شزوز ضرورة شعري دي إن بها أو أكتل أو رزامة خويري بيني ينقفان الهام هام بسري دلن الهام البلامي لسرا وكو الرأس ينقفان الهام يعني سري عالمة الشن الدزن فز ينقفانا قلب المكان كدا نكراوة نبيها يعني في فلان مكان بيه كجمع نافية لفلان شويني لفلان قرية مثلا لفلان جي أكتل ورزامي تدايا أكتل يا رزامي تدايا أكتل ورزام أو كما معنى واوا مشاهدين ها مغنين لبي مشاهدين سرب أو يا كما معنى واوا ها بلا ما لم يقل خويربن فالمفردين هنا مصنع هنا او كهر بكن دقيقه معنى واو بلا اجا بمعنى واو به اكتب الرزام كذاك بمعنى بينجمي واو الجمع المطلق كالواو بمعنى واو اوك ان بها اكتل او رزامين اكتل ورزاما اوش بدلا خويربيني شاكا خويري بن شاكا خويري بن يعني لصن دزن مصغري خاربي ينفقان الهامة سريا دشجنن سران دشجنن اي دزبو انجامي دزيكي مجبور بسرشكان يجلبه سرشكان دني خلجي شو كابرا تسليم نابي سريا دشجو صنعينا أو حيسينا ويني يعني كان جوانوك جوزان معنى جشا زيدي ما أحسنه كان جيك لوكيا ما أميليحه كان رزاشير نوكيا كان جوانوكيا ما أحيسينه